الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ورجعنا لكم فيديو جديد. شكرا لكم بزاف وتحياتي لاي واحد كيشوف فيديو ديالنا. تحياتي للاخوان داخل المغرب وخارج المغرب، تحياتي للناس كاع اللي كيدعمونا بجيم وكومونتير. شكرا للمتابعين الجداد. الاخوان بغيت نقول لكم واحد القضيه، ما بقى لنا والو على 50 كا، ما كرهناش كلكم اللي شاف فيديوهات يدير متابعه الصفحه باش نوصلوا في اقرب وقت ل 50 كا. وعندي لكم واحد المفاجاه، ملي نوصلوا ل 50 كا ان شاء الله باذن الله. وبقاو مع الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول نوريكم واحد البياسه الاخوان، وغنقول لكم كل شيء عليها دابا نيت ان شاء الله باذن الله. فبقاو مع الفيديو ما تمشيو فيه. كيفما كتشوفوا الاخوان، هذه هي البياسه اللي معنا اليوم. كاينه هذه التلفزه هذه ديال 70 بوص، سامسونج 70 بوص. هذه سمارت واتش، فيها كل شيء، فيها اندرويد، فيها اي حاجه قلبتي عليها، فيها نتفليكس، فيها اليوتيوب، فيها كل شيء. وحتى نتفليكس فيها راه مطلوقه، هذه راه ديالي وتخدم بها في الدار وهرسها ليا الوليد ديالي. ولكن ماشي مشكل، دابا بالنسبه للخوت الحريفيه ولا الاخوه اللي بغى يصلحها ويخدم بها، راه التلفازه واعره تبارك الله، كبيره بزاف، فيها 70 بوص، كتخدم اي حاجه، اي حاجه قلبتي عليها كتخدمها. راه فيها الاخوان واحد الخطير، ها هو راه ما غيبان لكمش، راه فيها واحد التهريسه من هنايا، هذه هي التهريسه اللي فيها، راك تخدم بها، كانت خدامه مخيره ناضيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ماشي مشكل تهرسات هذه، نجيبوا حاجه اخرى. كما قلت لكم الاخوان، اي واحد مهتم بهذه البياسه هذه، سوى بغى يصلحها الا عنده الفلوس بغى يصلحها ويديرها في دارو، راه بياسه مخيره. بغى شي واحد من المعلمين ولا الصنايعيه بغى يديها ويدي ياخذ منها غير البياس، مرحبا. اللي بغى البياسه هذه يتواصل معايا، وشكرا لكم بزاف. انا نوريكم الاخوان كيفاش دايره والشكل ديالها وشنو المعلومات ديالها، خليكم معنا. كيف ما قلت لكم الاخوان، هانتوما التلفزه راه سامسونج، ها هي سامسونج 70، ها هي 70 بوص، سمارت، خلاص فيها كل شيء، ها هي سامسونج 70 بوص. ها المعلومات ديالها كاملين الاخوان، بالنسبه اللي بغى يعرف عليها شي حاجه، خلاص ها الصورة ديالها فيها كل شيء هنايا، وها هو العرض ديالها. هانتوما الاخوان، راه ما غليضاش بزاف، هادو من هادوك النوفو، ها هي راه رقيقه بزاف. هانتوما الطول ديالها، راه تبارك الله التلفزه ناضيه. اللي بغاها الاخوان ومهتم، مرحبا به، يتواصل معايا. وشكرا لكم بزاف وتحياتي، وكان معكم خوكم كريم. تشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله.